خلينا نبدأ كالعادة بموجز الأخبار. الزمالك يفوز على طنطا 3-1 في افتتاح الجولة رقم 29 من الدوري العام. والنادي الأهلي يعلن سلبية تحليل رابيد تيست قبل مواجهة نادي مصر. حمدي فتحي مع أجدي أفشة وجيراردو خارج قائمة الفريق غدا. كما كان متوقعا استقالة إيهاب جلال أو اعتذاره، ومجلس إدارة مصر المقاصة يقبل الاعتذار ويكلف علي عاشور بمهمة المدير الفني مؤقتا لنهاية الموسم. بيراميدز يستبعد رجب بكار من المباريات والتدريبات بقرار إداري، ومحمود حمادة بيغيب عن مواجهة الإسماعيلي للإيقاف. لجنة المسابقات تقرر تقديم مباراة طنطا مع الأهلي 24 ساعة لتقام السبت ونقلها إلى استاد السلام الأهلي السلاموي بدلا من غزل المحلة. رسميا إنبي يطلب التعاقد مع فادي فريد مهاجم أسوان ونهاية الموسم تحسم موقفه لعيب هاي. منتخبنا الوطني للشباب بيواجه المصرية للاتصالات وديا يوم الخميس على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، بالتوفيق إن شاء الله. في انجلترا وفي كأس الرابطة إلغاء مباراة توتنهام وليتن أورينت في كأس الرابطة بسبب الكورونا. وست هام يونايتد بيعلن إصابة المدير الفني ديفيد مويس واثنين لاعبة من الفريق بفيروس كورونا. كما توقعنا بالأمس الاتحاد الإيطالي يقرر اعتبار روما خاسرا أمام هلاس فيرونا 3-0 بعد إشراك لاعبه أمادو دياورا في المباراة بشكل غير قانوني. الليحة ليحة. انتر ميلان يعلن رسميا التعاقد مع أرتورو فيدال لاعب برشلونة الأسباني مقابل مليون يورو. انتصار مدوي للنجوم المصريين في بطولة مانشستر للإسكواش. نور الطيب تتوج ببطولة مانشستر بالفوز على الفرنسية سيرم كامل، وحمد الشرباجي يفوز على مواطنه كريم عبد الجواد. مبروك للاثنين. لا جديد، وللسنة 17 سيدات وبنات الأهلي يحصدن لقب كأس مصر للكرة الطائرة بالفوز على الصيد بثلاثية نظيفة جمعوا ما بين الدوري والكأس.